وما في عندنا شي اللي خصو يحل. وهاد المسائل هذه صعيبه صعيبه بزاف، لان كيطيحوا الانسان في واحد المواقف اللي هي صعيبه صعيبه بزاف. بحال الانسان اكو باقي يتبدل الوليد ولا هذه، راه تيطيحوه في شي مشكل اللي كيولي يقدر يطيح مع مرته في شي مشاكل ما صعيبه بزاف. مثلا الانسان باش ما يعرفش يعرف هذاك الوليد ولا بنيته ماشي بنته، فراه غيضطر انه غيوصل مع مرته شي حوايج اللي مثلا ما غيعرفش بان راه تبدل له في الطبيب ولا هذه، غيقول للمراه انها فسدات عليه او 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 اذن هنا كيطيحوا. هذا الشيء هذا راه بدائي، هذا الشيء قديم، هذا الشيء هذا وحنا مثلا كنعيشوه في القرن 21 ما ومستشفى واحد تقريبا كاين في الجهه تقريبا كامله، يعني ناس هما جاوا من سوق الاربعه، كاين اللي جاي من الحاجب، كاين اللي يعني شي حاجه اللي هي حشومه المعاوده. ولا حول ولا قوه الا بالله. ضروري لا حول ولا قوه. مثلا نعطيك مثلا، انا غنحطوك انت في هذا الميكرو، شد انت الميكرو واتشد. شوف انت غنعطيوك المثال كمثال، ياك انت من بعد واحد 10 سنين او 15 سنه قد الميكرو تاعك هي قد ماشي مخيش، من بعد 10 سنين ولا 15 سنه وقع شي ايرور ودا تيلاضيين وقال داك الولد ديالك، واش غتشك فيها في الفساد ولا غتقول لهم في المثل راه ماشي غادي؟ بطبيعه الحال غنشك بطبيعه الحال. قول انا الا وقع لي تماما، الا وقع لي هذا المساعد هذا المشكل هذا راه موقف راه صعيب صعيب بزاف صعيب بزاف، لان ما تقدرش تحكم بان راه تبدل الطبيب مباشره. انا طيح لك هذه الفكره. اول حاجه غتفكر فيها، اول حاجه غنفكر ان المراه ديالي راه يمكن فسدات، يمكن كتخونني. هذه اول حاجه، يعني غنلقى راسي امام مشكل اللي هو وهذيك المراه غتكون ضحيه، يعني راه ما مشكل صعيب 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 بزاف 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 بزاف. هادشي هذا راه خصو يحل، خصو يحل سريع، لان راه مشكل الصحه بنادم بعدا راه هو اول حاجه خصنا نبداو بها. يعني راه مشكل صعيب، بس تلقى ولدك مبدل ولا بنتك مبدله شي حاجه اللي ما تدخلش للعقل. انت ما غاتنويش بان راه تبدلات في الطبيب، طبيعه الحال غادي تلتجئ لديك المراه، غادي تنوي انها راه خانتك وما غادي تطرح معها بطبيعه الحال، لان الخيانه هنا في هذه الحاله هذه غادي تسرب، ربما غتقدر تقتل، ربما تقدر دير شي حاجه اللي هي ماشي ما يطيحوك موقف اللي ما حشومه حتى المعاوده. عاودي لنا مثل هذه الحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف هذا الراجل الا كان هذا الشيء غادي يظن مرته هذا الشيء وهي مرته حلال عليه، يقدر غادي يقتلها ولا يطلقها بها بولدها. فين غتمشي الا ما عندهاش امها وما عندهاش باها وما عندهاش العائله اللي غادي تجمعها؟ فين غتمشي؟ تخرج للشارع. اشرفه بعد واحد 10 سنين و15 سنه وقع اللي وقع ودرتو لاضيين وقع ذاك الولد، واش نتوما غتشكوا ولا تنتي براسك من العائله غتقولي راه يمكن فسدات؟ ما تشك، نقول ماشي ولد ولدي. غتدخل مباشره في الشك، هذه اول حاجه. عرفتي ما كاينش ولدي ودارت من مورا شي كارثه، اش غندير بها؟ ما تقوليش راه تبدلات في الطبيب؟ لا الله اعلم، ولا بدلوها في الطبيب الله اعلم. لا ولكن اول حاجه غتقولي فسدات. تماما خيانه، اول حاجه غادي يشك فيها الانسان خيانه، اول حاجه غيضطر الانسان غادي يقول بان راه خيانه. انا باش غنعرف بانها تبدلات ليا في الطبيب، باش غنعرف مباشره واش انا عندي علم. ما يمكنش يعني شي حاجه بطبيعه الحال غادي تنوي انك خانتك المراه. واش الطبيب غادي يعني يقول حنا تقدر تقدر تسرع تقدر تسرع؟ حنا ما نواش الطبيب اللي غادي يبدلها، تيخصنا نهار تدخل لباه المراه كتولد غادي تكون واقفه معها العكوزه ديالها او الجوج ديالها، غتولد داك الشيء اللي قسم الله تقول له ها بنيتي تقولها وليدك. وهذه القضيه ديال التبدال بعدا راه داخله فيها، يعني راه مستحيل باش غير يجي يتبدل الولد، هذه راه مؤامره. لان غنبدل الولد بطبيعه الحال غيكون شي واحد زاد له الولد معوق ولا زاد له الولد مثلا هذه وما قبلش، وبحكم انه هو عنده مثلا عنده صوره وكذا وهذه ما غيرضاش بطبيعه الحال غيشري. يعني راه الطبيب هذا تسمى مشاركه ديال الطبيب، هذه موثوقه اكزاكتومون، يعني راه 100% راه مؤامره. ايوا مؤامره، هذه ما فيهاش اي شك، مؤامره من طرف الطبيب. وخلي تبدا راه كتكون يعني فيها الفلوس، يعني الناس راه شدات الفلوس، الناس راه شدات الفلوس باش تبدلوا لها الولد ولا البنت. البارح في الليل كانوا البوليس وداك الشيء ومشى شي واحد بالكاد كاد دا شي وليد، ولكن ما نعرفش شنو هو زعما السبب ما نعرف. الليل كانوا البوليس معاه، الليل مشى شي وليد داه مول الكاد كاد. هو شوف هذاك واش شوف كيفاش حنا شناه جالسين هنايا في الليل لا ما عرفناش، هنا في الليل حنا واقفين هنا وهو خرج يجيو كيشري وصاحبي تيجيو تيمي زي وصاحبي تيمي زي كاتنيتو دا الولد ومشى، ولكن ما عرفنا زعما زيو على قلة الولاد اللي تربي الانسان يمشي للخيريات صاحبي، راه كاين وليدات هادي كاين ما خصوش يكون هادشي، راه شي واحد يجي هنا سميتو بنادم يزرب يجيب وليداتو يزرب نفسو تدخلي عند ولادك يزرب نفسو بان راه ولد جالسه وهما كيديروا اللي بغاو. هادشي ماشي هادشي اللي بدلوا الولد، راه ما بدلوش منهم اليوم، راه ما كيخليو حتى شي واحد يدخل، راه مؤامره، راه هذاك الشيء من عندهم
من عندهم مؤامره وما كاينش شي حاجه. نظرك واش هذه المره الاولى ولكن راه دايزين وفي دايزين. هادشي راه حنا خلقينا فيه، هادشي راه حنا خلقينا في هاد المسائل هذه. هادشي حنا راه خلقينا راه منذ زمان، وهاد المسائل ديال التبذير كاينه. وكاينه غير هنا في المغرب. يعني راه شعور ما كايناش اوروبا اللي ما كيسمى كيصليوش، ما كانش الاسلام هذوك الناس ما تيطبقوش هذه المسائل هذه. حنا اللي كنصليو وكنصوموا رمضان وكنخافوا وكنعرفوا الله، وعندنا كاع ما كاينش شي دار اللي ما فيها 60 حزب، وكنطيحوا في هذه المواقف الطيبه اللي قاري القران وقاري قاري الله كيعرف الله وكيرتكب هذه الجريمه ديالي بالجد. شتي ما يمكنش بان الناس جاوا من برا وسرقوا الولد، راه الولد تبدل حيت ما كيدخل حتى شي واحد، كيفاش داروا حتى جاوا دخلوا بدلوه، راه مبدل هنا، وراه كلشي بخبارهم هنا، راه ما يمكنش، واش غيجي واحد الانسان من برا وغادي يبدل الولد، راه هذا الولد مبدل ولا هذه البنت مبدله، وهذا الشيء بالنظر ديال هاد الناس اللي هنا لداخل، راه هاد الناس اللي لداخل هذا الولد. طبيعة الحال مسؤولين، طبيعة الحال مسؤولين. ما كيخليوكش تدخل، كي غيديروا الناس يدخلوا. أصاحبي. راه الإبرة ما كتدخلش. كي غيديروا الا هاد الناس مخلصين ومبدلين هاد الولد ولا هاد البنت مخلصين ومبدلين هما لوالديهم، هاد الشيء راه هاد الشيء خصو يحيد، راه هاد الشيء راه كيطيحوا الارواح القوى والجريمات، راه ديما الجريمات قوى هاد الشيء. دابا هاد الراجل ملي غيلقى الولد ماشي ولدو اولا البنت ماشي بنته ما غاديش يقتلوا امراه، راه غادي يقتلها. شنو غينوي؟ غادي ينويها بان فسدات عليه، راه هادي من طبيعه الحال غينويها فسدات عليه. هاد الشيء راه ماشي هو، هذا راه منكر، هذا والله الا منكر. شي واحد يشكي يقول راه تبدلات واحد العام بعد 20 عام. ما كاينش، كلشي ساكت، الناس ساكته، الناس ساكته، يقولوا فسدات، غادي يقولوا فسدات وغادي يقتلوها. شتي وغيمشي الراجل يعيش في الحباسات، كلشي ظلم في ظلم في ظلم، حنا قاعدين في الظلم. شتي هذا الظلم هذا، اللهم هذا منكر، الظلم هذا.